2025 من 33 تفضل السلام متفضل. شكرا حضرتك الدين تحية رياضية السيد ممثل الجامعة السيد ممثل العصبة الاحترافية السيد ممثل العصبة التابلة السيد رئيس مجلس البلدي مدينة خليفة السادة رجال الإعلام السادة حضور الكريم الخزي والعار لكل من سولت له نفسه أنه يقيس هذا الفريق أو يلعب يتلاعب في مالية هذا الفريق سواء من قريب أو بعيد. في البداية السيد الرئيس لابد من الإشارة أن الدعوة لم نتوصل بها في القانون الأجل القانوني طبق القوانين اللي ما عرفناش اش من القانون اللي احنا خدامين. جوج ما تسلمناش لا الوثائق لا الدعوة في الأجل القانوني وبهذا شكلا الاجتماع كيكون منقوش لأننا احنا كمنخرطين تحرمنا من حقنا في وضع المقترحات والآراء ديالنا في أجل ديال الأسبوع اللي تدارسو وتجيبو وتشدو الأعمال. إذن هاد السبب وحده كيخلينا شكلا هاد الاجتماع أنه يترفض وأنه يتعلق إلى أنكم تستوفيو تعطيونا الوثائق في الأجل القانوني ويتأجل. عادة ندويو على مجموعة ديال الحوايج. التأكد من النصاب القانوني، من تأكد من من؟ النصاب القانوني كنتأكدو منه كاملين. نعرفو شكون حنا إدارة وعندنا مدير عند خدام بجوج المليون ونص، تجيبولنا الشيكات يشاع بأن الناس كتخلص علينا. حنا ما بغيناش نتهمو شي أحد. جيبولنا الشيكات، جيبولنا الناس منخرطين، من يتقاضى أجر من داخل الفريق، من يبرم صفقات مع الفريق، من؟ هاد الحويجات كاملة بوحدها غنديرو فجأة. وما بغيتش نبداو نناقشو راه الوداد دارت راه الراجا دارت. حنا بيننا وبينكم القانون، لأنكم لم تحترموننا، عطيتونا أوراق منقاشتين مونسيني اللي ما ملزمينش ليكم، وحنا غنردهم ليكم، واستحيينا من بعض الوجوه الكريمة أننا نشربهم على وجوهكم، استحيينا، كنقول استحيينا، لأن تصيفطولنا أوراق في القهاوي عيب وعار أنكم تصيفطولنا، وما كنلومش أنا كاتين، كاتين دار عمل يشكر عليه. كنلوم الإدارة ككل، مكتب مسير برئيسي، كاين إدارة، عندنا موظفين، عندنا مستخدمين، عيطوا لنا الإدارة ونسكنوا لكم ونعطيونا الأوراق كلها، تعيطوا لنا في 90 ديال الليل ولا 10 ديال الليل وتعطيونا أوراق، ما عندكم تصيفة بكم إلى اللوغو، هذا راه عيب، وما كيدخلش في الأجل القانوني، لهذا السيد الرئيس أنا كنلتمس منكم، هذا الاجتماع عدم احترامكم لنا وعدم احترامكم لنا، حنا ما غنحتارموكمش وما غيزيدش هذا الاجتماع، لأنه ما كتستوفاش فيه الشروط القانونية وشكرا. شكرا. ذلك الجامعة جامعة العام ديال الجامعة الوطنية، ما بعد مرات ما كنسلموا تقارير النهار ديال الجامعة الوطنية، لأنه الأجل بين نهاية البطولة والجامعة العام تكون واحد المستقبلة، ما يمكنش تكمل فيها جميع التقارير المالية والأدبية. كنا على يقين بأن هذه السنة كنا مقررين باش نعطيو على الأقل واحد أسبوع ولا 10 أيام قبل، وكنا مقررين باش نديرو الجامعة العام في نهاية غشت، لكن تفاجئنا بالقرار ديال الجامعة اللي قال لنا بأنه الاجتماعات الجمهور العامة خاصة تكون قبل 15 غشت، وهذاك الشيء هو اللي تركنا وعملنا ليل نهار باش نكمل هاد التقارير الأدبية والمالية في هذاك الوقت. ومعذرة هذا ماشي قصير منا ولكن هذا في وجهنا. لأن هذا جمع عام عادي ما فيهش مقترحات، فيه التقرير الأدبي والمالي والمناقشة، ما فيهش مقترحات ديال المنخرطين. مقترحات شي رابور مول فلونسي. عطيتو الناس وزاد قوي. لا لا شو اسمه رابور مول فلونسي ملي كيجينا حنا التقرير تقريبا 48 ساعة قبل الجمع العام في مقترحات في شي حوايج اللي درتو. دابا انت تقول لي انت راه عا رابور مور رابور فينونسي ما فيهم نديرو عليهم واش لا جابوا الاعمال في المناقشات اللي كيمشيو داو الاعمال ساهل رابور مور فينونسي بزاف ساهل لا بغيتي دابا ندوزوه للمنخرطين من جدول الاعمال. شكون عيط لنا
بحالاش المقترحات. عندنا اقتراحات، هذا دليل بانكم مستهزئين بنا. مستهترين بنا. الرجل العام راه يكون فيه غير التقرير الادبي والمالي. اشنو دوري انا سي طبيب؟ اشنو دوري انا كمنحرف منظومة في المناقشة، في المناقشة في المقترحات ديالك. يبدا النقاش من العام العام. دابا من العام العام طويل. الجامع العام راه تيكون عام عام. لا 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 انا ماشي استهزاء بيك. تلاخر ممسنيش تلاخر ممسنيش استهزاء. وكل عام كنت كتكون كلشي كلشي غلط. عندنا عام حضر ديال 2017 كلشي غلط. الى نفسه عندنا عام حضر ديال 2017 ها هو عندي ما تيقول الثاني. لا خمس سنين كل عام نقولوا هادشي. كل عام الجميع بيناتنا هي اللي كتحكم. لا كان خلاف. واعطينا قانون قانون ماشي جميع الاشياء لعندي واحد 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 القضية هو أن لقينا واحد المجموعة ديال الإخوان لواحد الصدفة غريبة أنهم كلشي دفعوا الشاك ديالهم نهار 17 ما فهمناش. أنا ما فهمتش الإخوان. الله يخليك غير أنا بغيت هذه النقطة اللي كيجبدوا دابا ديال المكتب المديري. مرحبا. اليوم تيتم تأجيل الجمع العام العادي والاستثنائي ديال لونسيك. بون وين عرفوا شنو هي الاسباب؟ الاسباب كيف تبعتوا الاسباب واضحه لاننا ما توصلناش في التقريرين الادبي والمالي في الوقت المحدد وهو 15 يوم. ما توصلناش به، ما توصلنا به كلمه توصل به حتى اليوم، يعني يوم انعقاد الجمع العام ما توصلوا به. زياده على ذلك هناك تقارير، اقول غياب التقرير المالي وليس تقرير مالي، غياب التقرير المالي لان اعطونا حساب ختامي اللي كيهم المحاسبه، والحساب الختامي النتيجه ديالو يعني ما كتوريش الواقع ديال ماليه الفريق. لذا قانون الجمعيات كيفرض على المكاتب المسيره بتقديم تقريرين الادبي والمالي، في حين ان اولمبيك اوروبا قدموا لنا ما يسمى بتقرير مالي، انه يعني ليس بتقرير مالي، ما يسمى بتقرير مالي نون كاشتي نون سيني، بمعنى ان ورقه عاديه تعطاتنا كاننا الناس ما فاهمينش هذا الميدان، بالرغم من اننا عندنا تجربه في الميدان جميع المنخرطين فهم قدام مع اولمبيك اوروبا. وداليها الاخوان هما واقفين حدايا لان الاخوان هما منخرطين وكيعرفوا شنو كنقول. زياده على ذلك عدم التواصل بتاتا مع المكتب لان ما تشوفناش من الجمع العام من الجمع العام ديال السنه الفارطه حتى اليوم، وهذا كيتم استهتار بالمنخرطين. زيد على ذلك اقتراحات ديالنا اللي في القانون خصنا نقدموا اقتراحات على مدة أسبوع باش تخدم على الاعتبار ودار في جدول الأعمال. حتى هذه النقطة كانت غيبة لأن ما كانش بتاتا ولو اقتراح واحد ديال المنخرط. لذا وقوة القانون عندنا الحق باش يتأجل الجمع العام راه تما يصلحوا المسائل. واش تظن السي عبد السلام بأن لو 24 لأن اللي غادي يدار فيه واش تظن بأن غادي يتم الجمع؟ لأن كاين من يطالب بتنحية الرئيس، وهذا لا أعتقد أنه مسألة قانونية. خاص يكون جمع استثنائي وكذا. تنحيه الرئيس اذا كانت غتكون قانونيه، تنحيه الرئيس حالت ما كانت خاصها تكون قانونيه. كومون بحالاش؟ قانونيه يعني بتصويت الاغلبيه. يعني خاص يكون جمع استثنائي. جمع عام يدار استثنائي. بون هذه المساله نخليوها مثلا دو كوتي، لان علاش باقي ما وصلش وقتها؟ دابا حنا كنهضروا ما هو قانوني وشنو السبب اللي جعلنا نطلبوا التاجيل ديال الجمع العام. هو لان البنود والشروط المتفق عليها او القانونيه للجمعيات لم تطبق. نعم، هناك من يتحدث عن الرئيس بان عنده انفراديه وان هناك فساد داخل هذه المنظومه ديال لوسيكا. الى قلت لك العكس يمكن غنكذب عليك، يعني دوزت التسيير ودوزت مده في التسيير وكنت نائب امين المال، وبالرغم من ذلك ما عمرني شفت ولو فاتوره واحده. بمعنى ان كاين خروقات وكاين تسيير انفرادي مع حد. لذلك انا حتى الناس اللي في الاعضاء في المكتب انا متاكد ان ما عارفينش الواقع اشنو داير الداخل. نعم. لذا احنا غاسل هاد العباد. اذا سي عبد السلام بندقق كلمه اخيره. انا كنقول ان شاء الله كنقول للجمهور المغربي
ننتظروا ما هو احسن في المستقبل ان شاء الله. شكرا.